بسم الله الرحمن الرحيم. هنبدأ نراجع طبعا الدرس اللي فات بسرعة كده عشان نضع ايدينا على اهم النقاط. فلو طبعا حلينا مع بعض الاسئلة، زي اكتب المصطلح العلمي مقياس للحركة الداخلية لجزيئات الجسم. حركة داخلية لجزيئات الجسم او متوسط طاقة حركة الجسم دي تعرف باسم درجة الحرارة. نفكر مع بعض سريعا كده، ده علامة صح وخطأ. تتناسب الطاقة الحرارية في الجسم مع عدد الجزيئات. طبعا الطاقة الحرارية بتزيد بزيادة عدد الجزيئات. تعتمد درجة حرارة الجسم على عدد الجزيئات. طبعا خطأ، لأنها تعتمد على متوسط طاقة حركة الجزيئات فقط. تنتقل الطاقة بين الجزيئات نتيجة تصادمها مع بعضها. أكيد صح. تتناسب درجة حرارة الجسم طرديا مع لو قلنا إيه متوسط طاقة حركة الجزيئات. متوسط طاقة الجزيئات الجسم الساخن أكبر من متوسط طاقة جزيئات الجسم البارد. الطاقة الكلية لجزيئات الغاز تسمى بالطاقة الكلية. لو استعرضنا نوع آخر من الأسئلة، ألاحظ مثلا إن أنا عندي نوع آخر من الأسئلة زي الصفحة التالية، اللي هو اختر الإجابة الصحيحة مما يأتي. عند حدوث الاتزان الحراري، عند حدوث الاتزان الحراري بين جسمين متلامسين، فإن درجة حرارة الجسم الأول، طبعا هنا في الاتزان الحراري بتتساوى درجة الحرارة. تنتقل الطاقة من الجسم الساخن إلى مقياس الحرارة الملامس له عن طريق ملامس بتوصيل. عند الاتزان الحراري بين مقياس الحرارة والجسم، طبعا في حالة الاتزان الحراري بتتساوى درجات الحرارة. بتستخدم دوائر إلكترونية حساسة للحرارة في مقياس الحرارة. طبعا هنا الطبية الدوائر حتى تكون أكثر دقة. لو انتقلنا إلى صفحة أخرى، هنتكلم اليوم عن مقياس درجة الحرارة السيليزيوس والكلب. على مر السنين بيحاول العلماء قياس درجة الحرارة، حتى توصل العالم السويدي الفلكي أندريه سيليزيوس سنة 1741 إلى مقياس يعتمد على خصائص الماء. إذا مقياس سيليزيوس يعتمد على خصائص الماء، وطبعا سيليزيوس اختار من خصائص الماء تدريج لمقياسه. فلو افترضنا ده مقياس سيليزيوس، يبقى إذا بدأ من الصفر وانتهى عند 100، وهو مقسم إلى 100 درجة. فاتخذ من الصفر نقطة تجمد الماء، ومن 100 اللي هي نقطة غليان الماء. لاحظ العلماء بعد ذلك أنه لا يوجد حد أدنى، لا يوجد حد أعلى لدرجة الحرارة. فبدراسة الكون نلاحظ أنه قد تكون درجة الحرارة منخفضة جدا، زي المسافة بين الفضاء بين النجوم. قد تزداد قليلا في جسم البشري، تزداد بشكل رهيب جدا في التفجيرات النووية وفي الشمس، تزداد بشكل رهيب أكثر في انفجارات السوبر نوفا. إذا كلما زاد معرفتنا بالكون، لاحظنا أنه ليس هناك حد أعلى لدرجات الحرارة. لكن يلاحظ قام العالم طبعا كيلفن بمجموعة دراسات، فبدأ يبرد غاز زي غاز الهيليوم كده. فلاحظ أنه إذا بلغت درجة حرارته، حرارة الهيليوم إلى سالب 273 درجة وربع، يصبح حجمه مساويا لحجم ذراته فقط. يعني إيه؟ يعني الفراغات اللي بين الذرات هتتلاشى تماما، وهتفقد الذرات طاقتها الحرارية كاملة، ويصبح من المستحيل تخفيض درجة الحرارة إلى أقل من ذلك. لذلك لا يكون هناك درجة حرارة أقل من سالب 273 وربع درجة سليزيوس، والتي تعرف بالصفر المطلق. يبقى احنا اكتشفنا هنا شيئين. الشيء الاول انه لا يوجد حد اقصى او حد اعلى لدرجات الحرارة، فكلما زاد اكتشفنا الكون لاحظنا ان هناك اشياء تحدث وتنتج حرارة بشكل رهيب جدا. لكن يوجد حد ادنى لدرجات الحرارة، وهو الذي يسالب ساوي 273 تقريبي، يعني سالب 273 درجة سيليزيوس، اللي سماه كيلفن بالصفر كيلفن، أو أطلق عليه اسم الصفر المطلق.
فما هو الصفر المطلق وماذا يحدث عند الصفر المطلق؟ عند الصفر المطلق تختفي أو تتلاشى الفراغات من جزيئات المادة، ويصبح طبعا حجم الذرة حجم المادة مساوي لحجم ذرتها فقط، وتنعدم الطاقة الحرارية والطاقة الحركية كاملة. يبقى الصفر المطلق هو درجة الحرارة التي تنعدم عندها الطاقة الحرارية لجزيئات وذرات المادة، لجزيئات المادة. وده بيكافي كام؟ بيكافي طبعا صفر كلفن أو سالب 273 درجة سليزيوس. لو انتقلنا إلى جزئية أخرى، طبعا مقياس سليزيوس مفيد فقط في القياسات اليومية لدرجات الحرارة، غير أن استخدامه في المسائل العلمية والهندسية غير عملي. ليه؟ لأنه بيحتوي على درجات حرارة سالبة. وجود درجات حرارة سالبة يوحي بأن للجزيء طاقة حركة سالبة، وده مستحيل وهذا غير ممكن، لأن الطاقة الحركية دائما موجبة. احنا في شرحنا السابق قلنا أن طاقة الوضع ممكن تكون موجب وممكن تكون سالب على حسب اتجاه حركة الجسم بالنسبة للقوة المؤثرة عليه، لكن الطاقة الحركية قلنا طبعا دائما موجبة. إذا هناك خطأ كبير في مقياس سيليزيوس كان على كلفن ان هو يبدا يصححه. كيف قام كلفن بتصحيح هذا الخطا؟ تعال نشرح مع بعض كده. لو استعرضنا الجزئيه ديت، لو افترضنا مثلا ده مقياس سيليزيوس، ادي الصفر بتاع سيليزيوس، وادي درجه اللي هي الحراره المئويه، ادي المئة، وادي سالب 273 اللي هي اقل درجه حراره يمكن ان تصل اليها. فكلفن بدأ من هنا، بدأ من صفر كلفن، بدأ من 200 سالب 273. طبعا هنا الدرجة الواحدة على سيليزيوس تساوي الدرجة على كلفن، يعني كل درجة لسيليزيوس بالتقسيم مقسم إلى درجات كده أهو متساوية، كل درجة تساوي الدرجة الأخرى. فلو طلعنا من صفر هنا إلى النقطة دي يبقى إحنا طلعنا 273 درجة. يبقى هنا 273، يعني الصفر سيليزيوس يعادل 273 كلفن، يعني الكلفن بيزيد عن السيليزيوس كام؟ 273. لو وصلنا ايضا لل 100 هنزود 100 يبقى 373. يبقى باختصار شديد نقطة تجمد الماء طبعا ديت حسب مقياس سيليزيوس هي صفر سيليزيوس، ودي نقطة غليان الماء. تمام؟ هذا اسمه الصفر المطلق، الصفر المطلق. دي أهم ثلاث نقاط لو عملنا مقارنة سريعة كده. نقطة تجمد الماء على سيليزيوس صفر، على كلفن 273. نقطة غليان الماء على سيليزيوس 100، على كلفن 373. الصفر المطلق يعادل سالب 273 درجة سيليزيوس. وقلنا في الصفر المطلق بتتلاشى الفراغات بين الذرات، ويصبح لحجم المادة هو يساوي حجم ذراتها، وتنعدم الطاقة الحرارية، ودي أقل درجة حرارة يمكن الوصول إليها. في مقياس آخر اسمه فهرنهايت، لا يستخدم في المنطقة عندنا. فهرنهايت يستخدم في أمريكا والمناطق المجاورة لها. الصفر درجة تجمد الماء عندهم ب 32، ودرجة غليان الماء ب 212 فهرنهايت. ده شيء سريع كده للمقارنة بين الاثنين. لو رجعنا لموضوعنا تاني، ما يجي يقول لي علل مقياس سيليزيوس غير مفيد في المسائل العملية والهندسية، لأنه يحتوي على درجات حرارة سالبة وطاقة الحركة دائما موجبة. تمام؟ لو انتقلنا إلى هذه المقارنة بين الثلاث مقاييس، ثلاث مقاييس اللي هو إيه؟ كلفن وسيليزيوس والفهرنهايت، وده بيوضح لي طبعا الشرح اللي أنا شرحته من شوية. طيب إزاي نحول من كلفن إلى سيليزيوس ومن سيليزيوس إلى كلفن؟ لاحظنا ان الكلفن بيزيد عن السيليزيوس بكام؟ ب 273. فانا لو عايز درجه الحراره بالكلفن هجمع درجه الحراره بالسيليزيوس على 273. لو انا عاوزها بالسيليزيوس هجمع هطرح 273 من درجه الحراره كلفن. تعال نجرب كده، حول درجات الحراره الاتيه من مقياس كلفن الى مقياس سيليزيوس. طبعا انا عاوز من كلفن الى سيليزيوس، يبقى استخدم هذه العلاقه اللي هي ايه؟ العلاقه اللي هي تي سيليزيوس هتساوي تي كلفن
ناقص 273. فلو خدنا درجة الحرارة الأولى اللي هي 115 كلفن، يبقى تي سليزيوس بتساوي كلفن زائد ناقص 273، يبقى هنا ديت دي ايه. هنلاحظ ايه؟ هنلاحظ ان هنا 115 ناقص 273 هيديني سالب 158 سليزيوس. الثانية اللي هي 172 هي بطرحها من 273 هيديني سالب 101 درجة سليزيوس. الثالثة اللي هي 125 هطرحها من 273 هيديني سالب 148 سليزيوس. الرابعة هذه بي وهذه سي ودي سي ودي وهنا وإي وإف بنفس الشكل كده. 425 اللي هي الإي سالب 273 هتطلع 152. كذلك الإف 212 ناقص 273 هيديني سالب 61 درجة سليزيوس. لو رحنا لتدريب آخر، احسب درجات الحرارة بالكلفن والسليزيوس لكل ممالك. درجة حرارة الغرفة يوم صيفي حار في مدينة الرياض، ثلاجة نموذجية إحدى ليالي الشتاء. واحد يقول لي طب أنا أعرف منين الأشياء دي؟ أنت افترض، يعني مثلا لو رحنا لدرجة حرارة الغرفة، في ناس بتقول 22، في ناس بتقول 25 وهكذا. فإحنا هنفترض إن درجة حرارة الغرفة بالسليزيوس هي 22 درجة. يبقى إحنا حددناها الأول بالسليزيوس. كيف أحول من سليزيوس إلى كلفن؟ فتي كلفن هتساوي تي سليزيوس زائد 273، لأن الكلفن أكثر من السليزيوس ب 273، يزيد عنه 273 درجة. وبالتالي لما أجي أحول ال 22 إلى كلفن هضيف إليها 273، هيبقى 22 زائد 273 هتساوي 295. عندنا ثلاجة نموذجية، افترض أن درجة الحرارة 2، 4، سالب 1، على راحتك ما في مشكلة. أنا افترضت أول كتاب افترض ان هي 4 درجة سليزيوس، فطبعا بنضيف الاربعة الى 273 عشان نحولها لكلفن تديني 277. في يوم صيفي حار في مدينة الرياض، طبعا في الايام الحارة قد تصل درجة الحرارة الى 40 45، لو نبالغ نقول 48 ما فيش مشكلة. يبقى هنا افترضنا ان هي 148 درجة سليزيوس، يبقى اذا تي كلفن هيساوي تي سليزيوس زائد 273. لما اجمع 48 على 273 يديني 321. اخيرا في احدى ليالي الشتاء في مدينه تبوك، هنفترض ان طبعا درجه الحراره تنخفض بشده خاصه في المناطق الصحراويه، ليلا الى 8 قد تصل 4 2 حسب ما يتراءى لك. اللي تفرضه عادي ما فيش مشكله بالسليزيوس، بس لازم تحوله الى كلفن. يعني انت افترضت ان هو 2 تحط 2 زائد 273 يساوي 200 كام؟ 75 درجة كلفن. شكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.